بوم يا حبيبي بوم، والله فجرها بالتسعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بنار وستوري جيمر معكم اليوم مقطع جديد، وانا بهذا المقطع افضل 50 هدف في شهر مايو لعام 2019 او شهر 5 لعام 2019. فبتمنى بالما نبدا دعمكم باللايك واشتركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين. بداية مثل ما انتم شايفين غيرت شوي بالشكل اللي وراي، فحطيت هدول اللي بيسموهم عوازل صوت، فهيك الصوت صار مكتوم اكثر، وبشكل عام الشكل بصراحة كثير عجبني وصار احلى بشكل كبير. فاكتبوا لي رايكم عن هالشيء تحت بالتعليقات. يعني مثل ما شفتوا بالمقاطع الاخيرة جبنا مايك جديد الحمد لله وحطيت هاي الاشياء، فبظن يعني صار الشكل احلى من اول، فاكتبوا لي رايكم عن هالشيء تحت بالتعليقات. وبتمنى قبل ما نبدا يعني دعمكم باللايك واشتركوا بالقناه اذا ما كنتم مشتركين. اول ما نوصل 10000 لايك فرح بنزل لكم المقطع الجديد، وتغطيه اشتراك ما رح تخسرك شيء لكن رح تساعدني فيها بشكل كبير. وشكرا شكرا على كلامكم الحلو بتحدي ال 194، وكل الناس عم تبارك لي، والله اني مبسوط اكثر من اني جبت 194، مبسوط ان الناس فرحانه بهالشيء، يعني اكثر من اني جبت 194 والله العظيم عم اقول لكم. فصراحه كثير مبسوط بتعليقاتكم الحلوه. فهذا هو المقطع عنا، ان شاء الله انه يكون هيك مقطع حلو ونستمتع فيه مع بعض. فخلينا نبدا مع بعض ونقول بسم الله. اوكي يا رب انه هيك يكون شهر حلو. شفنا اهداف كثيره مبدئيا، ما بدي احكي عن الاهداف، خلينا نستمتع بالفيديو تمام. فبظن انه في اهداف كثيره ممكن تكون رائعه، سواء مباريات دوري الابطال ولا مباريات الدوري ولا بغيره من البطولات. فان شاء الله انه نستمتع مع بعض. اوكي هاي اول هدف، اندريا بيلوتي. يا الله والله اول مره بشوفه، والله العظيم اول مره بشوف الجول، مع انه الاهداف الحلوه عاده بكون شايفها من قبل، بس هذا الجول حرفيا اول مره بشوفه. اوكي يا سلام يا سلام على الروقان يا اخي، والله انك جدا رهيب. شو اسمه اللاعب؟ الكسندر جراولاند. والله جول حلو. يو يو والله مرور ولا اروع، يا سلام. ما في انانيه ما في اي شيء، حب انه يسجل يعني الفريق يسجل على المضمون، لعب باص واحلى هدف. هولك البرازيلي. يو السرعه يو السرعه. اوكي يا الله يا الله على تسحيبه الحارس، يا الله اخي. اوكي ماشي، صرت شايف هالجول بمليون مقطع، خلص والله حفظت الجول، حفظت الجول، حفظت اللي سجله، حفظت اللي لعب الباص واللي راح يشيله من الجول والحارس وكل لعيبه الفريق حفظتهم. اوكي بوم يا حبيبي بوم، والله فجرها بالتسعين. هذا منتخب الفرنسي تحت 20 عام. اوه يا ميسي يا اخي، حتى لو انه برشلونه طلعوا بس فاول ولا اروع، جدا بعيده مسافته. كيفن جاميرو. يا هذا جول جدا رائع بصراحه ضد برشلونه. اوكي بس انه جول جدا رائع. ما بعرف انا يمكن من القلائل اللي ما كان عندي حماس اطلاقا لهي المباراه، بالرغم من انه فريق اللي عم يلعب، ولا كان عندي 0% بصراحه حماس للمباراه. يا الله يا الله يا الله، انا بالدوري الياباني جامبا اوساكا. اوكي هذا الفريق مشهور. اوكي خلينا نشوف هون كيف لعبها بكعبه؟ والله حلو والله حلو حلو حلو. اوكي يا سلام على الباص، يا سلام على الجول. يا الروقان يا اخي، والله العظيم الرفعة ولا اروع، والانهاء لسه اروع من الرفعة. الله عليك. اوكي خلينا نشوف هذا زينيلسكي، تسديدة بعيدة. يو ساتر يا ساتر على التسعين يا حبيبي، والله والله على التسعين زينيلسكي. اوكي مالي شايف هالشيء الخطيئة. اوكي والله فكرته سددها عادي، لا حلوة حلو جدا الهدف. يو على المرور بوم بوم بوم. واو واو بوم على الطاير، والله هدف ولا اروع، الحارس واقف عم يستنى. اوكي يا سلام يا اخي، شو هالاهداف هاي؟ شو هالاهداف؟ كل شهر شو بدنا نسميه؟ شهر الاهداف الاسطوريه ولا شهر الاهداف المقصيه ممكن نسميه؟ والله بظن شهر الاهداف المقصيه حلو، بينفع عنوان لمقطع. شوف يا الله والله العظيم هدف هدف
اوكي هاي بنهايه الدوري الاوروبي، شوف الهدف. والله بوم يا حبيبي، وين يا يوبي وين؟ اوكي طبعا، يا الله يا الله، والله سحب بالمدافعين وبالحارس وبالفريق كله. طبعا بهذا المقطع ما رح نشوف اي شيء عن نهائي دوري الابطال لانه يعتبر بشهر 6 اللي هو كان امبارح، يعني فازوا فيه ليفربول 2-0. يو تسجلت، فكرت اسيست، والله والله هدف حلو من مانزوكيتش. يا السلام من بيرج لين حارس. اوكي يا ساتر يا ساتر، والله اوكي يا الله يا الله على القوه. كان في يجيب الحارس ممكن، بس كمان يعني تسديده جدا رائعه بصراحه. كان في يجيب الحارس ولا لا؟ هو تاخر بالتحرك شوي، بس انه جول حلو. اوه هذا جدا رائع بالعارضه، جول يا الله، والله شفته بالمباراه وحاليا عم بستمتع فيه، هدف جدا حلو. صح انه يعني زعلت انه اي سي ميلان ما تاهلوا على دوري الابطال، بس والله كانوا يعني بيستاهلوا. اوكي يا الله المقصيات يا اخي، اللي بهالشهر كل الاهداف مقصيات، والله شهر الاهداف المقصيه. اوكي بوم مقصيات كله، عملكم شهر الاهداف المقصيه. يا الله يا الله. اوكي خلينا نشوف. يا سلام يا سلام يا سلام، انا بحب الروقان اللي مثل هيك، والله العظيم بحب الروقان اللي مثل هيك. شوف احلى كعب هيك، ما عنده مشكله اللاعب. اوكي اه على الجول مباشره، يا الله على اللفه الاسطوريه، والله ولا توقعت على الجول مباشره ولا توقعت. اوكي هذا هدف هازارد، شوف 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 شوف، بوم يا هازارد، الله عليك، والله هدف هدف حلو. اسيست من جيرو وهدف جدا رائع من ايدين. اوكي خلينا نشوف هون التسديده بعيده يبدو، يا الله حلو 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 حلو، تسديده من بعيد وهدف رائع. اوكي بولندا تحت 20 عام، يا الله يو، والله شكله احلى هدف لغايه الان، هاد جدا رائع. مقصيات قلت لكم شهر اهداف المقصيه، خلص عنوان المقطع هيك راح يكون ان شاء الله، يعني اذا ما لقيت ليش عنوان احلى يعني. راح يلعب؟ لا والله ما لعب. اوه 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 بهدلن بهدلن يا جماعه، والله بهدل الفريق، بهدل الفريق حرفيا. خواكين يا ساتر يا ساتر على القوة، والله 99 قوة التسديد عنده. هاي هدف حكيم زياش، خلينا نشوف. بوم يا حبيبي، هذا ما لغى الجول؟ لا لا هذا تقريبا هذا عادي في جول، لانه الحكيم زياش ايضا لغى، بس هذا كان ضد اليوفي يمكن ولا شيء. هدف جدا رائع، يا الله يا الله يا الله، شو الاهداف هي؟ شو عم نشوف نحن؟ يا ساتر، جيرارد باديا اسمه لاعب. اوه كمان والله ما في الحارس ما بده يصدها يا جماعه، على الطاير وقويه مستحيله. يو على الكنترول، يا على الكنترول يا على الانهاء، يا اخي انت رهيب بكل بساطه، انت لاعب رهيب. شوف الكنترول وشوف الانهاء، زاويه الحارس بوم بوم يا حبيبي بوم. هذا احسن تعليق ممكن يكون على هذا الهدف، بوم. واو فاول جدا رائع، على طريقه فاولات ميسي بصراحه، جدا حلو الفاول. اوكي هذا شكله قوه راح يعتمد، اي والله على القوه على القوه راح بيعتمد. في فاولات بتعتمد على الالتفاف لكن هذا بيعتمد على القوه. اوكي هاي هدف لا رودريجو هرنانديز، يا الله والله هدف جدا رائع. رودري هذا لاعب اتلتيكو مدريد، شوف هذا اسمه محمد اللاعب اللي سجل من ركنيه فورا، يا سلام من زمان ما شفنا اهداف من ركنيه مباشره، والله رائع. هذا جول اوباميانغ، يا سلام على الهربه، يا سلام انهاء رايق وهربه، والله ولا اروع كانت قبله.
ضد نادي الخفافيش فالنسيا. اوكي واو 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 والله سحب فيهم صح، سحب فيهم صح، والحارس ما توقع بهالزاويه، كان متوقع بزاويه ثانيه. هدف لوكاس مورا، شوف الهدف بس، شوف الهدف، والله قتل لاعبين اياكس. يعني بصراحه هدف بالدقيقه 95 خلى عناصر اياكس ينقتلوا. اوه فيصل فجر، يا سلام، شو بحب الاهداف اللي بتجي بالعارضه، احلى اهداف اللي بتجي بالعارضه وبتحول هيك. اوكي انتوا شو صاير لكم، انتوا شو صاير لكم بهالشهر يا جماعه؟ والله شايف اهداف يعني ما بيصدق العقل. اوكي خلينا نشوف هاد، بوم يا حبيبي، جول جول. شكله حارس ما كان متوقع انه تنشاط فورا، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. الحارس خلص وقف، وصل لنص المرمى بعدين قال خلص داخل داخل، مو ضروري يكمل وتعب حالي. انتهى المقطع على هيك، هاي فرحة بوتشيتشينو بالتأهل على حساب اياكس، وللأسف انه خسروا بالنهائي. بس بشكل عام والله مقطع جدا حلو، ما رح نحكي عن نهائي دوري الابطال، ممكن نخليه بوقت ثاني، لكن بصراحه مقطع جدا حلو. شهر الاهداف المقصيه بلا منازع، ما شفت بشهر، ما شفت بحياتي شهر هيك تسجل فيه اهداف مقصيه لهالدرجه. شو يعني احلى هدف شفتوه بهذا المقطع؟ اكتبوا لنا عن هالشيء تحت بالتعليقات، فيك نقدر نقول وصلنا لنهايه هذا المقطع. بتمنى المقطع عجبكم، بتمنى الشكل الجديد يكون عجبكم، انا شايف انه جدا رائع، وبتمنى انه يكون انتم كمان يعني نال على اعجابكم. فشكرا لكل واحد تابع المقطع، اذا عندكم اي اقتراحات اكتبوا ليها تحت بالتعليقات، واشتركوا بالقناه واضغطوا لايك، ضغطتين ما راح يخسروك شيء لكن راح يساعدني فيهم بشكل كبير. بكون شكرا لكم جميعا، فبس هذا اللي كان عندي اليوم، في امان الله.